أكيد. هلا يا فرح، هننتقل لفقرتنا الأولى. يحتفل العالم بالرابع والعشرين من تشرين الأول من كل عام باليوم العالمي للمعلومات حول التنمية. أكيد سمر، عم نحكي عن التاريخ المميز اللي اعتمدت فيه الاستراتيجية الإنمائية الدولية الثانية لعقد الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا للإعلام التنموي دورا توعويا هاما في مجالات مختلفة. أكيد رح نتعرف على تفاصيل أكثر وأبرز المحاور يلي تم العمل عليها مع الأنسة إيفا شاهين من مديرية الإعلام التنموي. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. بالبدايه خلينا نتعرف عن اليوم العالمي للاعلام الانمائي وشو الهدف منه. بدايه يسعد صباحكم. اليوم العالمي للاعلام الانمائي مثل اي ايام العالميه اللي اعتمدتها الامم المتحده. طبعا بنعرف انه الامم المتحده اعتمدت اكثر من يوم للاحتفال بالايام العالميه، اللي هو الغرض منه مثل ما تفضلتوا ومثل ما ورد بالتقرير انه نحن نلفت نظر الراي العام العالمي لهي الايام كل يوم بمضمونه. يعني مثل ما عندنا يوم العالمي لمكافحة الإيدز واليوم العالمي للسكان وغيره، في عندنا اليوم العالمي للإعلام الإنمائي بنحاول فيه نلفت النظر الرأي العام إن كان المحلي والعربي والعالمي لقضايا التنمية. شو المشكلات اللي نحن بنواجهها بالتنمية لحتى نقدر نواجه المشكلات وكيف نقدر نحلها، وخاصة مع فئة الشباب. كتير حلو، اليوم عم نحكي عم نطرح مشاكل وبالمقابل في حلول عم نحاول إنه نوجدها. خبرينا أكثر عن يمكن أكبر المشاكل اللي ممكن أنها تعترضكم وكيف عم بيتم العمل عليها، كيف عم يتم طرح الحلول. بداية بما أنه نحن اعترفنا بوجود مشكلة فنحن لازم نلاقي حل. أول حل نحن حاولنا نوجده بمجال الإعلام، هو مو طبعا هو مو أول حل، ولكن استكمالا للحلول أنه نحن أحدثنا مديرية الإعلام التنموي بذات اليوم اليوم العالمي للإعلام الإنمائي اللي كان ب 24 تشرين الأول عام 1991. تم إحداث هذه المديرية لحتى تعنى بقضايا التوعية بعدة مجالات. على سبيل المثال نحن بلشنا بقضايا السكان، الطفولة، ممكن مع المرأة. تحولت هذه المجالات ممكن لجهات أحدثت لتابع عمل هذه الاختصاصات، ولكن نحن تابعنا بعمل بقضايا التوعية بمجالات عديدة. طبعا اختلفت هي من فترة لفترة حسب الأولويات. أكيد. خلينا نحكي عن مجالات الإعلام الإنمائي اللي عم تشتغلوا أنتوا كتير عليها. مثل ما حكيت من قبل، نحن بلشنا بقضايا السكان، قضايا الطفولة والمرأة. تحولنا بعدها أو استكملنا فينا نقول عملنا بقضايا عديدة. ممكن نحن عملنا تدريب للصحفيين، هو مجال كتير أساسي بعملنا بالإعلام التنموي، اللي هو تدريب الصحفيين على إعداد رسائل صحيحة بقضايا التوعية. تمام. طيب خلينا نحكي عن الإنجازات اللي قدرتوا تعملوها بهالمجال. تمام. هلا فيني احكي شوي عن موضوع ممكن بعد الازمه صار في عنا ورشات عمل. اذا بدي احكي عن نقطه الورشات التدريبيه، دائما نحن بنعرف انه الصحفي قد ما كان عنده معلومات عن قضيه معينه، ولكن لما بيكون في ورشه عمل تدريبيه بيقدر يحصل على معلومات اكبر ليعد رساله اعلاميه صحيحه. نحن انجزنا عده ورشات تدريبيه للصحفيين وورشات لكتاب الدراما، لمسنا فيها عده قضايا وتغيرت اولوياتنا بهي المرحله بالتحديد بفتره الحرب. يعني نحن كنا ناخذ مثلا قبل قضايا صحيه، مثلا قضايا السل الايدز، نحن استكملنا هذا الموضوع، ولكن نحن الازمه افرزت عده قضايا، منها موضوع مثلا مكافحه المخدرات، ممكن قضايا تجنيد الاطفال، التوعيه بمخاطر مخلفات الاسلحه. نعم، هذا الشيء اللي كنا بدنا نسالك عنه ايفا، انه اليوم بسنوات الحرب الطويله اكيد في لها كثير مفرزات ولها كثير اثار سلبيه، سواء على الطفوله، على المراه، كافة شرائح المجتمع. اليوم قد ايه لازم يكون يمكن في وعي اكثر، في مسؤولين مدربين بشكل اكبر لحتى يمكن يكونوا على قدر الموازنه او الميزانيه مع هي المشكلات يلي عم نواجهها بهي الحرب. صحيح. هلا نحن طبعا الاعلام ما في بس يشتغل عمل منفصل لحاله، نحن في عندنا تشاركيه مع اكثر من جهه، يعني ممكن عندنا وزارات، هيئات، مؤسسات حكوميه، منظمات دوليه وجمعيات اهليه تشتغل بالتوازي مع الاعلام، ولكن الاعلامي هو الاقوى بما انه بيوصل لشريحه اوسع من الناس، لهيك لازم يكون الصحفي على درايه كبيره بالموضوع المقدم ليعد رساله اعلاميه صحيحه، وخاصه مثل ما تفضلتي بموضوع بفتره الحرب كان في مفرزات كثير كبيره، ممكن نتج عنا قضايا جديده، ممكن نحن قضيه ما نقدر نحن مثلا ناخذها بمجال الاوسع، ممكن يكون في سبب مثلا منطقه كيف نقدر نوصل لها، ممكن يكون في عنا نقص لتمويل مثلا حمله اعلاميه معينه.
عدة قضايا نتجت عنها بعد الحرب أثرت على موضوع نشر التوعية. إذا بدنا نعرف شو هو دور الإعلام في تحقيق الأهداف الإنمائية، شو برأيك بيكون؟ بداية أهم قضية وهي موضوع نشر التوعية. يعني نحن الإعلام بيوصل لشريحة كبيرة من الناس، بنقدر من خلال فواصل توعوية، حملات إعلامية، سلوغونات، حتى كتاب الدراما. الدراما بنعرف انه كثير بتاثر بالناس. عم نحاول كل فتره نعمل لقاء مع كتاب الدراما لحتى نحطهم بصوره كل القضايا الجديده اللي عم تطلع، اذا بنقدر ندخلها بموضوع الدراما المسلسلات التلفزيونيه اللي بتلمس كل مواطن عنا وبتوصل لشريحه واسعه، مو بس داخل سوريا حتى بخارجها. نعم، خلينا نحكي اليوم عن شريحه كثير مهمه، كثير من الجمعيات وكثير من الاماكن عملت على التركيز عليها، هي شريحه الطفل، ان كان من التوجه للاطفال في المدارس وان كان من التوجه للاهالي حتى. اليوم كيف كان توجهكم للطفل خصوصا؟ خاصه هو يمكن قادر على الاستيعاب بشكل أكبر والعطاء بشكل أكبر. صحيح، نحن دائما الطفل عنا له أهمية كبيرة، وخاصة إذا بدي أحكي على نقطة كتير محددة اللي هي موضوع مخلفات الأسلحة. نحن شفنا في ضحايا راحت أطفال بمناطق كان ضحية لمخلفات أسلحة، كانت موجودة متروكة أو موجودة بمناطق محددة من مخلفات الإرهابيين. توجهنا للطفل، حاولنا من خلال أفلام قصيرة كرتونية لأنه بتقدر تلامس الطفل أكثر من أي رسالة تانية. بنحاول العمل بالتوازي مع الجهات التانية اللي هي وزارة التربية وزارة الثقافة وغيرها من الجهات والجمعيات والمنظمات الدولية اللي بتعمل بمجال الطفل مثل منظمة اليونيسف. بنعمل دائما لحتى نقدر نوصل لهذا الطفل، حتى بموضوع الحد من استهلاك المياه، حد من استهلاك الكهرباء، نقدر نوصل له رسالة بسيطة يقدر يستوعبها. كمان نحكي عن الدور الثقافي والاجتماعي للإعلام التنموي، برأيك شو هو ولوين وصلتوا بهالأدوار؟ تمام، هلا الدور التثقيفي حتى هو اللي هو صلب عمل الإعلام التنموي، دائما نحن عم نحاول نجدده. يعني نحن حتى موضوع الحملات الإعلامية اللي نحن عم نحاول إنه نقوم فيها واللي عم نقوم فيها بشكل فعلي عم تتغير من وقت للثاني. يعني نحن نحاول نوصل لكل الشرائح الاجتماعية، تكون الرسالة واضحة وصريحة. حتى مقابلات مع الناس بنحاول انه يكون في، حتى مو بس كعمل اعلام تنموي، كعمل الاعلام بشكل عام. تمام. كيف عم يقدر يوصل للناس، يشوف، يلامس همومهم وقضاياهم. وحتى بموضوع الاستبيانات، لما الاستبيان بيقدر يعبيه اي مواطن، بنقدر نحصل منه على داتا معينه بنقدر نشتغل عليها. اليوم قد ايه هذا الاجتماع والقرب من الناس له دور كثير كبير بطرح المشكلات وحتى بحلها؟ يمكن في اذهان بعض انه هي المشكله ممكن تكون كثير بسيطه ما لازم نوقف عندها، لكن هي ممكن تكون بالمقابل مشكله كثير جوهريه عند شريحه معينه. طبعا، هلا نحن لما حضراتكم بتعرفوا ننزل على الارض بنشوف مشكلات، مثلا مثل ما تفضلتي ممكن تكون صغيره بس بالنسبه لمجتمع او لحي معين ممكن تكون كثير كبيره. لما حتى موضوع المناطق بتختلف من منطقه لثانيه، خاصه بعد الحرب، يعني الحرب افرزت لنا معطيات والتهجير جديدة. طبعا المهجرين دائما كنا نحن نحاول انه يكون في عندنا جزء مهم من عملنا بموضوع المهجرين، حتى بمراكز الايواء كيف نحن نقدر نوصل لهم حتى الرساله الاعلاميه الصحيحه واللي منها بالتحديد مثل ما حكيت مخلفات الأسلحة وحتى قضايا تجنيد الأطفال. كثير في عنا خصائص للإعلام التنموي مثل ما هو متكامل وبيعتمد دائما على ثقافة الحوار وكثير من الخصائص له، خلينا نتعرف عليها أكثر للعالم يعرفوها أولا، وثانيا شو المميز هاي السنة عن السنين اللي راحت؟ ثقافة الحوار هي ثقافة جدا مهمة، وحتى مو يعني هي بداية أعطيت اهتمام كثير كبير من قبل، وحتى بموضوع الأزمة تطورت أكثر. يعني نحن دائما نتوجه لشريحة الشباب اللي هن أساس بثقافة الحوار، كيف نقدر نتوجه لهم حتى بكل التصنيفات اللي احنا نقدر حتى الاشخاص اللي نقدر نستضيفهم ببرامجنا التلفزيونيه، مثلا كيف كل شخص بيحكي مثلا مع الطفل، رجل الدين، كل الشخصيات الهامه اللي نحن بنعتبرهم قاده راي بالمجتمع، كيف بيقدروا ياثروا بالناس، هدول جدا مهمين نحن بكل عملنا بالاعلام التنموي. والشيء الحلو كمان انه نحن ما نكون جهه محايده، يعني لازم التشبيك مع ان كان جمعيات، ان كان مع مسؤولين، إن كان حتى مع المدارس، مع كافة الجهات. كيف عم بيتم التنسيق على هذا الشكل لحتى نضمن فعلا أنه الهدف يوصل لأكبر شريحة ممكنة؟ طبعا، هلأ مثل ما حكيت أنا بالأول أنه الإعلام ما بيقدر يشتغل لحاله،
اي قطاع حكومي ما بيقدر يشتغل لحاله، بده يكون في تنسيق كامل بكل المؤسسات. عم تلاقوا هذا التجاوب بالتنسيق في تنسيق هلا بين الاعلام قطاع الحكومه بقطاع الحكومي مع المؤسسات والوزارات والهيئات ذات الصله بالقضايا اللي نحن بنشتغل عليها، وفي كمان تعاون مع المنظمات الدوليه وفي مع الجمعيات الاهليه. وفي شغله ثانيه انه نحن مو بس تنسيق، نحن في عنا اعضاء باللجان، في عنا لجان مشكله مشتركه بين الجهات، ونحن حتى في عنا تغطيات اعلاميه لبعض النشاطات اللي بتقوم فيها هي الجهات الثانيه. خلينا نحكي كثير من تعريفات ظهرت للاعلام الانمائي او التنموي، خلينا نحكي عن تعريف او ملخص للاعلام التنموي ليس لكل حدا عم بيتابعنا. إذا بدي أحكي كمديرية، نحن أحدثت ومديرية جزء أساسي من عمل وزارة الإعلام، هي مديرية معنية بأساس بنشر التوعية والتثقيف لكل القضايا التنموية اللي موجودة. يعني نحن بلشنا بقضايا محددة، بلشنا نتطور، وكلياتنا بنعرف إنه قضايا التنمية هي ما قضايا محددة إن كانت بزمن أو كانت بمفاهيم، هي دائما تطور عبر الزمن. يعني نحن بينتج عنا عبر الزمن قضايا جديدة وأولويات جديدة حتى نحن بنعطيها. فأساس هو العمل الإعلام التنموي هو التوعية والوصول لشرائح واسعة من الناس. أكيد نحن كمان منضم صوتنا لصوتك، نتمنى فعلا أن نحن نوصل للهدف ونقدر نمشي خطوة جديدة باتجاه الإعمار، إن كان إعمار النفوس وإن كان إعمار كل شيء بسوريا. بدنا نقول لك شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم. كل الشكر. شكرا. أكيد متشكرك لوجودك معنا ونتمنى لك كل التوفيق. شكرا لكم.